الرحيم. صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الأستاذ السماح عبد الرزاق. هذا اليوم مبارك من شهر رمضان، تذكر وتذكرنا يعني رمضانات كثيرة اللي دوزناها 30 سنة تقريبا. فالفراق 30 سنة ما دوزنا شيء مع الأحباب ديالنا، مع عائلتنا، كما كيجوزوا كيقولوا الناس زيادة في السرية. علاش كنقول هذه المسألة؟ باش يفهم الشباب يعني الآثار السلبية ديال هذا السرية والعمل السري بالنسبة للحياة ديال الناس. ففي هذا الإطار هذا كنصيحة بالنسبة للوليدات ديالنا باش يعتبروا. فأنا 30 سنة ديال العمل السري، العمل التنظيمي، العمل اللي مقاطع مقطوعين على العائلة ديالنا. وأنا جالس يعني كنتكلم مع الأخ ديالي ورفيق الدرب ديالي، الأخ بن شوشن، كنتذكروا هاد الأيامات وهاد رمضانات اللي كنا كندوزوها وقدم لكم الأخ بن شوشن اللي غادي يتكلم هو على التجربة ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. كنعرف اسم ديالي محمد بن شوشن، من مواليد 1955. التحقت بالحركة ديال المجاهدين في باري 1981 ونشط فيها واحد النشاط كبير، وفعلا ما خلينا حتى شي بلاصة. مشينا للبنان ودربنا على الأسلحة في بيروت، ورجعت للبلاد دخلنا عن طريق ميليا بالسرية. وفعلا نشطنا 30 سنة، لا انا ولا سماح ولا بعد الناس اللي كانوا معنا ديك الساعه، ما خلينا حتى شي بلاصه. مشينا لبيروت كما ذكرت ودربنا على السلاح ورجعنا، دخلنا للمغرب ما خلينا حتى شي مدينه. دربنا كذلك على السلاح في تافوغات 2001 فعلا. ومن بعد ليه بقينا هكذا حتى وصلت 2012. تعتقلت انايا. المهم كان جميع ذاك الأسلحة احتاجت لها الدولة، شدتها الدولة، وكان اللي جابها لنا هو عالي على الراس. كان اللي قائد لي به الأخر كاع في 2004 جا عندي له السلاح ودرت له الغداء وذاكرنا وجا ومن بعد له كان معايا السماح. المهم وطرح لينا قال لنا ودي راه عندي شي سلاح اخر غادي نجيبو لكم. قلنا له ودي حنايا واش نتايا كتفكر شي شويه ولا ما كتفكرش؟ السلاح كاع اللي كانت شدات الدوله وحنا محكومين وما بقى عندنا استقرار وداك الشيء، حنا رافضين هذا الشيء وحنا درنا مراجعه على هذا السلاح. وانا كنصح اي واحد من الشباب بهذه الحياه هذه ما خصوش يقتنع بهذه الافكار، ما خصوش يعطي عقله للناس، وبالاخص في المسائل اللي ماشي من الاختصاص ديال الافراد العاديين. فهمتي؟ انا درت واحد الحاجه ودرتها وما خصني لا ما كانت حتى شي مشكل من درتها، ولكن راني تعاقبت عليها وندمت عليها، الحمد لله ماشي مشكل. اللي ذكرتك انا بغيت نذكر به، لانك انت ملي تشديتي في شهر جوج ما ذكرتي حتى واحد، كنت عارفني انا فين ساكن والاخوان فين ساكنين، ما ذكرتي حتى شي واحد يعني. فعلا انا تعتقلت 2012 قبل منها بثلاث شهور باش كانت اعتقلت وكان في راسي كل شيء. لا السلاح كاع السلاح اللي كان باقي جابوه على راسي وداك الشيء كان في راسي، وكانت معلومات ديال الخوف فين كانوا وداك الشيء. ولكن فكرت بزاف وتحنت بزاف فعلا، وقلت انا ما نقولش وما قلتش فعلا. وفعلا ما انا كنقول زعما الصراحه ان حتى داكشي اللي كنا كنعتقدوا حنايا، لان حنا ما كناش كنخالطوا لا الحكومه ولا الدوله، كنا نسمعوا بان كاين تعذيب وكاين كذا. الحمد لله انا دوزت ديك الفتره ما وقع لي حتى شي حاجه، 12 يوم ما وقع لي حتى شي حاجه، ما عاملونيش شي معامله يعني خايبه. ورجعت للحبس حتى دازت 3 شهور وشدوا الخوت، وهذيك هي المجموعه اللي كانت باقيه على الاخر في الحركه. فملي شدوهم يعني صافي درت انا، قلت اودي دابا ما عندي ما بقاليش خيار انني نصرح للمسؤولين على السلاح الهيه والهيه اللي كان جابو مثلا عالي على الراس. هذا من باب كنقول يعني ليس الا كندير شي حاجه تكون عندهم جرأه.
شوف درت عندي ما عنديش، حنا خدنا هذه مادام دوزنا واحد الفترة ديال 30 سنة كنا ضد الدولة، كنا ضد النظام، ضد النظام كما تيقولوا، لعبنا الماتش تغلبنا، ولكن اقتنعنا بأنه هذا الطريق هذه ديال شي حاجة، راه ما عندناش أي القدرة، حنا كنا مجموعة ديال نصبع على الأصابع وتواجه نظام ديال 1200 سنة. الجهل ديالنا وعدم المعرفة اللي تخليك تطيح في هذا المسألة، وهذه كنقولها الشباب أخطاء الشباب كتوقع نفسها تاعهم. لا فلوس لا والو عليه، والناس كيلعبوا في الفلوس، هذا عالي على الراس. بيت المال اللي كنا كنخدموا فيه من 86 87 88 89 كنخدموا الصباح عشية وكنضربوا مع البوليس وهرب من هنا وكنعمروا الصندوق وكيعطيه الفلوس باش يخدم ويشري سميتو في المكتبة ولا هذا. الحالة ديالو دابا هو كيداير بحال حالتنا حنايا. لا انا من هنايا كنقول له دي شوف النصيحه ديالي بان هذاك المال راه العرق ديالنا. اييه فهمتي، احنا كنا غير احنا كنا اي ديزيميغري وخدمنا وداك الشيء ومطالبين حتى البوليس ديال فرنسا تابعنا. لا راه هذيك الساعه مؤبد باش محاكمين يعني وخصو مبحوث علينا خصو يعرف هذا الشيء بان راه مسؤوليه امام الله. هذه نصيحه لك علي عراس، راه حنا خطينا كنا وخير الخطائين توابون وباركك اخي من العناد، راه العناد غير في مصلحة الاعداء ويكسر به الانسان راسه والمجتمع ديالو. السلام عليكم. هذه نصيحة لك السي علي عراس، يرجع الانسان يرجع لله عز وجل وفي ما يدوم كاع غلطنا، حنا راه اكبر منك في السن، غلط بنادم راه وحتى الوطن راه كيحترم الانسان الا غلط واعترف بالخطا ديالو، راه مشاهد ماشي عيب الانسان كيخطا، والحياة راه واقعة يعني، كيعترف بالخطأ ديالو ماشي يزيد يتمادى فيه، ماشي يزيد عليه يزيد بالكذب والبهتان، ماشي تسمى بأنه راه حقوقي راه كيدافع على 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 حقوق الإنسان، بل بالعكس أنت الآن تحارب الوطن ديالك، تحارب البلاد ديالك وتشوه السمعة ديالها، صالح من؟ راه كيستغلوك أعداء الوطن، وإياك أن تكون يد في الدين أعداء الوطن اللي يستغلوك. هذه نصيحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.